كثير من الاخوان يتكلمون هالايام عن اوبك بلس، وكان الاسم هذا وايد متداول، او هذا المصطلح متداول خلال اسبوعين اللي طافوا تقريبا. فحبيت ابتدي بالاوبك بلس اول شيء في هذه المقابله البسيطه. اوبك بلس هو تعريف طلع تقريبا ب 2016 لما صار اتفاق بين دول اوبك بزعامه السعوديه، لما اقنعت روسيا ودول أخرى مثل المكسيك والماليزيا وغيرهم يدخلون في اتفاقية تخفيض الإنتاج حتى يوقفون انهيار الأسعار اللي كانت من 100 وصلت لتقريبا مشارف الثلاثينات. هذا كان في ديسمبر 2016، وفعلا نجحوا ورجعت الأسعار إلى 70 زائد ناقص إلى ما قبل كورونا. أيضا انهارت الأسعار مرة ثانية بسبب كورونا، وصلت ليل 40ات، من 70 ل40ات. تحركت السعودية، ما قدرت تقنع روسيا في اجتماع أوبك اللي قبل كم أسبوع، وبعده انهارت الأسعار أكثر وأكثر ونزلت تحت ال20، لأن السعودية سوت شغلتين. أول شيء السعودية والإمارات والكويت، الدول اللي عندها شيء يسمونه طاقة إنتاجية إضافية، افتحوا مثل ما يقولون النل، أو افتحوا الحنفية وخلوا الإنتاج ماكسيموم. السعودية وصلت 12 مليون وأعلنتها رسمي، زائد عطت تخفيضات بالأسعار، وهذا عمل نوع من الانهيار في الأسعار النفط. أخيرا ردوا مرة ثانية الروس ومعاهم الدول الثانية اللي هي خارج أوبك، يسمونهم نون أوبك، خارج الأوبك، إلى اجتماع طلبت السعودية يوم الخميس، وفعلا تم الاجتماع واتفقوا. وكان اجتماع طويل، يمكن يعني 6-7 ساعات أو 8 ساعات بيناتهم، مع ولو أنه كان على الفيديو كونفرنسينج، بس كان جدا صعب. وانتهوا الفجر يوم الجمعة، وطلع البيان واضح ما في أي لبس، والكت واضحة 10 مليون أول شهرين من مي، 8 مليون من جولاي إلى آخر السنة، 6 مليون من يناير إلى 2022، يعني سنتين الاتفاقية واضحة والحصص واضحة. حصة الأسد حق السعودية ويا روسيا بينهم 5 مليون أمانة، والباقي يوزعوا على الدول. الكويت حصلت 600 ألف برميل. المهم أهم شيء في البيان، إن آخر جملة بالبيان، إن هذا البيان conditional، مرتبط مشروط إن توقع عليه المكسيك، اللي هي رفضت توقع عليه لأنها تقول ما أقدر أسوي تخفيض لحصتي حسب المعادلة 400 ألف برميل، حدها 100 ألف برميل. فالآن هذه الاتفاقية معلقة حسب البيان، حتى أمس، حتى يعني يعني السبت الجمعة والسبت ما صار شيء، يعني ما سمعنا إن وافقت المكسيك أو إن أوبك تغاضى عن المكسيك. ودخلنا في الجي 20، كان يوم الجمعة، كان الطلب أو المطلوب إن 10 مليون تخفيض من أوبك زائد، بالإضافة إلى إن اديشنال ولا زياده 5 مليون من الجي 20، وهذا ما ممكن اقول عنه اوبك زائد زائد. اوبك الاوليه معروفه، اوبك زائد معروفه، روسيا والمكسيك وماليزيا وكذا دوله يونا ب 2016. الزائد هاي راح تكون، اذا صارت طبعا راح تكون سابقه، انك تجيب دول جدا جدا كبيره كدول مستهلكه تصير معاك في هذا الاتفاق. فكان المفترض، والدول هذا جي 20 أهمها أمريكا، البرازيل، النرويج وكندا. طلع البيان، البيان كان عام، كل واحد يقول يبي الاستقرار وكل هالكلام نعرف عنه، بس ما في أرقام. هل الآن في كلام كثير بالسوق أنه يمكن في محادثات الآن بين الدول حتى يوم الاثنين، أو يمكن الأحد اليوم يطلع شيء من الجي 20 يغرر يحط أرقام جديدة؟ لأن يعني في إشارات، مثلا كلنا كنا نقول أمريكا صعب، ما عندها آلية شلون تسوي كت، يعني ما تحكم النفط ولا عندها شركة نفطية وطنية تسويها. فالمهم إن منحت أمريكا على الأقل قالت أنا راح أشتري 30 مليون برميل، هذا ممكن يساعد بسيط ولكن يعطي سيجنال على الجدية شوية. أمريكا عندها انخفاض في الإنتاج من 60 إلى 800 ألف برميل، يعتقد أنه ممكن يوصل إلى 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل، إذا فعلا استمرت الإجراءات المتشددة في العزل المدن في أمريكا، وهو اللي قاعد نشوفه الآن، الحجر المنزلي على قولتهم في معظم ولايات أمريكا. هذا متوقع. تكلم عن الآليات غير موجودة بأمريكا عشان تحط سقف للإنتاج لها شركات، يعني
شركات خاصه عليها ديون وعندها مصاريف، فحتى هناك تباين في قيمه الانتاج، يعني في ولايات الانتاج مكلف، في ولايات الانتاج اقل. وكان الناس كلها مصبه على موضوع الصخري، طبعا الانتاج بدا يغل بالصخري لانه هو اغلى من تكلفته اكثر من الانتاج التقليدي. فالنفط التقليدي في امريكا 5 مليون برميل تقريبا، ما تغير وايد. النفط الصخري وصل 8 مليون ب 2004 2005 كان لا يذكر. فهذا النفط اللي عفس الدنيا مثل ما يقولون. تكلفة الانتاج بامريكا جدا مهمة، تكون تركز على تكلفة الانتاج التشغيلية اللي هي الاوبريتنج اكسبنس، اللي تتراوح بين 22 23 الى 33 35، عكس ما يقال ويذكرون انا دائما بالاربعينات الخمسينات، هذا تكلفة الانتاج الشاملة. بس ريلي شركات راح تستمر تنتج طالما تكاليف الانتاج الحالية تغطيها. اضيف الى ذلك ان هاي الشركات اكثرها باعت بالاجل تقريبا 12 شهر قبل الشهر، فاليوم احنا بشهر 4، يعني بشهر 4 2019 بايعة هذا اليوم البرميل اللي يطلع اليوم. بذاك الوقت كان قيمته اعتقد هاي 40s ولا هاي 40s الى الخمسينات، 51 52 ذاك الوقت. فهناك يعني مساحة كبيرة للمناورة. طبعا هذا الهيجينج ولا هذا البيع بالأجل يبتدي يقل كميته مع الوقت، ولذلك تحتاج وقت انك تشوف انتاج امريكا يبتدي ينزل ينزل ينزل، لما يبتدي اثر الاجل يبتدي يقل. الان احنا دخلنا بالويكند بعد اجتماع اوبك بلس زائد بلس الثاني اللي تكلمنا عن جي 20. الاوبك بلس طلعوا بيان كان واضح ابيض واسود وموزع الارقام حق سنتين. جي 20 ما طلعت ارقام، الكل يعتقد اذا ما في اتفاق 5 مليون من الجي 20 ال 10 مليون ما راح تسوي شيء. اثنين، شنو ردة فعل اوبك بلس روسيا والسعودية فرضا؟ هل راح يكملون بالاوبك بلس والجي 20 ما يطلع منهم اي مساهمة، خصوصا كندا اللي قاعدة تقول قبل الجي 20 وبعد الجي 20 احنا ما نقدر نأثر على الانتاج عندنا، يعني ما راح يتدخلون، هذا القصد. والتحدي الاخر والمهم هو المكسيك، هل المكسيك اذا قالت لا ياخذون كميات يوزعونها بين الاوبك بلس بنسبة وتناسب، او يصرون ان ايذر تكون معاهم، اما تكون معاهم المكسيك او ما في ديل اوبك بلس ينهار وينهار تنهار الاسعار مثل ما كانت. هذا كله يعتمد بكره على الاثنين، من الحين للاثنين بكره، لان السعوديه اجلت تسعيرتها حق شهر 5 اللي هي المفروض تكون بيوم يوم 5 بالشهر، من 4 حق شهر 5 اللي اجلتها حتى تشوف نتائج اوبك بلس، نتائج اوبك بلس بلس. فبكره اذا ما في نتيجه واضحه حق الاوبك بلس، اوبك بلس بلس، الكل يعتقد ان السعوديه راح يكون عندها رده فعل.